جوني عروض. انا اصلا ديجا مثلت قبل يعني في اوائل ديال المسيره ديالي في 2010 مثلت كنت كضيفه شرف ومثلت فيلم ايضا. بالحق ما كانتش عندي تجربه كامله يعني كانت اول التجارب ديالي ودابا كيجوني بزاف ديال العروض ولكن ما لقيتش شي عرض يناسبني لحد الان. اي دور غير يكون كيناسبني وكيعطي واحد الاحترام للمراه المغربيه فقط، هادشي اللي كيهمني ويكون عاطيني قيمه كفنانه. انا انتهيت من تسجيل الاغنيه من كلمات والحان جوكر توفيق المغربي اللي غنصوروا ان شاء الله هاد الايام قبل ما نتجه الى مصر. غنصوروا مع باقي ما اخترناش صراحه، هادشي هو اللي خلاني متاخر حيت باقي ما اختاريتش المخرج حيت كاينه ما بين مخرج مغربي ومخرجه لبنانيه.